اللغة صعبة لكن ما زيدها. سعنا النجاس النجاسف بالضر قد لازم نتعلم نتعلم اللغة دي. كما يتعلمنا حندخل في مشكلة كبيرة. سي لغتي مدي وعلنا نتعلم بها حبة حبة. بار رجع للسودان والتاني ذا رجع للمدرسة والأستاذي والأستاذ باخي. كان عندي شغف وأحلام كثيرة ونفسي أقرأ في جامعات معينة ويعني أحرز درجات عالية، لكن يعني الحمد لله كانت حاجة مفاجئة وكانوا يعني تسونامي دخل على حياتي بجد. من الزول ده كبير كنا بيرجعوا لغاية آخر صف عشان قد الله أنا المدرسة ما أريد تعديل ما أريد. لما نودي المدرسة ونشوف الأولاد كلهم بيتكلموا وولدي ما بيتكلم أنا قاعد أبكي بدموعي. جينا بسبب الحرب وكده قمنا جينا كمبالا وحسي الآن في كمبالا في كومبي. والسبب شنو؟ التعليم. يعني احنا جينا من هناك التعليم. يا هبي تدي دي الصغيرة اسمها جواهر عمره 5 سنين، وعندي الكبير محمد مصطفى حسي في البودينج عمره 15 سنة. لما الحرب بدت 15/4 أنا كنت ممتحنة شهادة سودانية وكنت شغالة تجريبي، ومفروض أنزل امتحانات النهائية يوم 15/6. ويعني بجد الحرب كانت أكبر عائق بالنسبة لي لأنه جات فجأة ولحظة الضرب أنا كنت بقرأ. يعني أنا بقرأ في مدرسة بحر العلوم، كان مفروض امتحن ثالثة وياهو قامت الحرب. فبعد ذلك جيني هنا. لما جيت هنا لقيت المنهج متغير واللغة ذاتها متغيرة، هنا عربي وفي السودان إنجليزي. هسه هنا حاليا بادين كورس بتاع إنجليزي عشان ننزل للعام بتاعنا الدراسي. أولا هم طبعا المنهج بتاعهم إنجليزي جست، يعني ما في أي حاجة غير كده. يعني أي زول قرب العربي الفرص بتاعته بتاعت التعليم في يوغندا قاعد تكون ضيقة جدا أو تكاد تكون منعدمة. يعني الشهور الأولى لما جينا بصراحة ما قدرنا يعني ندخل العيال المدارس. الفاونديشن بتاع الأطفال كانت اللغة كانت أكبر تحدي صراحة. وغير كده يعني أنا لما جيت ناصف ونابغ ونغم، ناصف كان في مفروض يكون في سنة ثالثة، فلما جيت ومشيت المدرسة مفروض طوالي يكون في نفس الليفل بتاعه. قالوا لي ما في طريقة إلا يرجع الروضة، فهو كان رافض فكرة الروضة تماما. السيستم بتاعهم بالإنجليزي ونحن قارين عربي، يعني البداية هتكون صعبة. زول بيجيك بيقرأ عربي يقرأ إنجليزي ما هيقدر يبدأ ذاته معهم، هيبدأ معهم من وين؟ في تحدي تاني أكبر من اللغة. يعني كونه أنه أنا ولدي في المتوسطة وكبير عمره 15 سنة واجي أوديه المدرسة يقولوا لي أجينا ده حنرجع لك رابع أساس، كانت دي أكبر مأساة وأكبر مشكلة. إحنا بكينا بدموعنا في الموضوع ده. يعني فكرتي إنك أنت قريت جامعة هناك في السودان وشنو دي شبه ملغية هنا تماما، ولا الزول بيفكر فيها. بيجي هو بالشهادة السودانية بتاعته وبيعادلوها، عندهم حتى بتمشي تعادل الشهادة السودانية وبعد ذلك بتشوف إنها هي بتوديك وين. يمكن المادة ذاتها هي ما بتكون صعبة عليهم، لكن بيبقى الجاب في اللغة، يعني تحويل من لغة عربية في المدارس السودانية للغة إنجليزية في المدارس اليوغندية قاعد يكون تحدي وجاب كبير. حتى إنه لما نعمل امتحانات بتاعت التقييم المدرسة ودتهم فصل، إحنا عشان بنراجع لهم اضطرينا إنه نرجعهم لفصل تاني، لأنه مادة اللغة الإنجليزية في روحها ذاتها قوية. مثلا مادة الساينس والهيستوري بيقروها كتاريخ بتاع منطقة بلغة مختلفة. ها قال لي رجعوا سنة رابعة أساس، رفض. قال كان يخلي التعليم ما برجع رابعة أساس دي نهائيا، لأنه كلهم أطفال صغار وهو راجل كبير بشنبه ودي الأطفال صغار. حنسته وقلت له يا محمد أنا حس خريجة وأنا بعرف إنجليزي، ما قاعد نعرف ننظم. أنت لازم تتعلم إن شاء الله تعلم الإنجليزي، بعد نرجع السودان ترجع المتوسطة تمتحن تخش الجامعة. لا 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 أنا خسرت كم سنة في السودان وأجي أرجع من رابعة أساس والسنة بتاعهم 6 سنين. اقتنع، قرى الترم الأول وقرى الترم الثاني، وده الترم الثاني حسي إن إحنا جينا والحسي الحمد لله يعني توفيق من رب العالمين. يعني حسي ما شاء الله قاعد يعرف ينظم ويتكلم وكل شيء. القصة ضربك الشديد، لقيني
دقيقة نفسنا إنه إحنا لازم نتعلم إنجليزي عشان نقدر نتأقلم مع الناس زي. المهم جابوا لنا أستاذ في البيت، كتر خير عم ترويدة جابت لنا أستاذ في البيت، بقي يقرينا. أحمد أخوي نزل المدرسة، قايته ماشي في المدرسة كويس. أنا ومحمد أخوي نزلنا لنا الكورس بتاع إنجليزي. فناصف لما امتحنوهم وكان مع إنه كان في نيالة بيقرا في مدرسة كويسة، يعني صحيح ما إنترناشونال ولا مدرسة إنجليزية، لكن يعني المدرسة كانت نموذجية. بس يعني للأسف لما عملوا تحديد المستوى بالنسبة لامتحان القدرات لقوا إنه هو يعني مفروض ده مستوى بتاع روضة. فالأستاذة قلت لها يا أخي صعب يعني نرجعه، على الأقل خدتي لي في سنة أولى. المهم جاسفنا كده، حتى في سنة أولى دي عانينا صراحة، يعني أنا بقيت أنا شغالة في البيت والأستاذة في المدرسة وكده، الحمد لله غايته ماشي الحال. أول ما مشيت المدرسة عشان أقدم اكتشفت إنه قالوا لي إحنا محتاجين لشهادة أساس أول حاجة، وطبعا الحاجة دي كانت مستحيلة جدا لأنه يعني السيستم بتاع الخرطوم اتضرب، ويعني طلعه صعب شديد، مع إنه أنا شهادتي كانت عالية شديد، كنت نازلة 12 درجة من المجموع. لما جيت هنا ما قدرت أنزل المدرسة، قالوا لي عايزين ورق وكلام كده، وفي النهاية وبرجعوني، برجعوك كم سنة لورا. مشكلتك كلها حتكون في اللغة والمنهج ذاته مختلف عن حق السودان. هنا طبعا السلم حقهم مختلف تماما، هو بيبدا من الروضة، وبيبدا في اللي هو بيبي كلاس وتوب كلاس وميدل، بعد ذلك بيجي بي 1 لغاية بي 6. فكانت يعني الحاجة صعبة شديد، حتى المستوى يعني بتلقي شافع صغير في بيبي كلاس يعني بيكون جاهز انه يمشي للمستوى الثاني. جامعات الفاونديشن بتاعها سنة، وفي جامعات ياهو الفاونديشن بتاعها سنتين، لكن برضو في موضوع الطب لانه دي تجربتي انا في موضوع الطب، الفاونديشن اللي بتعمله مثلا سنة في جامعة اسمها كيسوبي، لو عملت الفاونديشن في الجامعة دي بالذات لازم هي تقرأ في الجامعة دي تاني، ما ممكن تقرأ في اي جامعة تانية. مشينا برضو سألنا من حتة تانية، جامعة اسمها إكواتوريا، هي ممكن تعمل فيها فاونديشن، الفاونديشن بتاع السنتين ممكن يمشي يقريها برضو في أي جامعة تانية طب، لكن برضو يعني السنة بتاعت الفاونديشن $2,600. معظم السودانيين هنا يعني لجؤوا للشهادة الجنوبية، جنوب السودان، وفي ناس يعني مثلا مشوا دول تانية، وفي ناس يعني حاجات كثيرة الناس لجأت لها بقروش كثيرة. يعني جنوب السودان دي باهظة الأسعار، يعني بالدولار، يعني $800 عشان أنا أقرب أبتدي امتحن شهادة سودانية. حاولت بعد ذاك إنه أشوف يعني المدارس بتاع جنوب السودان اللي هي جوبا، امتحن شهادة ساو السودان، لكن يعني ما توفقت ليه، لأنه كانت مبالغ مالية عالية جدا، ويعني مع ظروف الحرب صعبة شديد، لأنه يعني ما في دخل ثابت، ما في يعني الناس كلها قاعدة في البيوت وكده. الحاجة الثانية اللي قاعدة تكون مشكلة شديدة الموضوع بتاع الرسوم، يعني الناس دي بتقرأ 3 سيمسترات في السنة، وكل سيمستر فيه رسوم بتاع دراسة، فيه رسوم بتاع وجبة، فيه رسوم بتاع زي، فبتبقى كوستي عالي لزول لاجئ وما شغال. فبرضو دي يمكن يكون ده تحدي تاني، وبسببه ناس كتير ما قدرت تنزل مدارس. يعني الآن قاعدة حتى الناس كانت معتمدة على البطاقة بتاعت الريفيجي دي، البطاقة ما كان قاعد تعمل حاجة. يعني أنا 4 أولادي قاعدين في البيت، لأنه أنا ما هقدر أقري 4 أطفال حتى الرسوم الحكومية، حتى عشان أجيب لهم ملابس وأجيب لهم كتب وشنط دراسية، وكيف أدفع الأقساط، وأنا أصلا ما شغالة هنا. يعني فعشان كده الحاجه دي بالنسبه لي كانت صعبه شديد. حتى الناس لو رجعت مثل قعدت في كريان دنبو، حسي الناس هناك معانين. انا لو ادوني بيت وادوني خيمه وقعدت وشنو وقعدت هناك، المصاريف كانت مشكله. انا حسي قاعده اعاني، الناس اصلا ما عندهم مصدر دخل، وقروشك تجي، انت عندك قروش بتجيك 300 مليون اهلك بيكونوا فرحانين، رسولك من السودان 300 مليون، ال 300 مليون ده لما تجيك هنا ما بتعمل لك 500 شيلين مثلا، هتعمل لك شنو؟ هتكفي ايجار، هتكفي القرايه، هتكفي شنو؟ ما حتكفي الكلام ده كله. يعني حتى في المدرسة الحكومية الناس مضطرة إنها تقرأ في القسم بتاع البرايفت، فأنا بفتكر إنه ده تحدي قوي شديد، يعني كأنما نحن لسه قاعدين في السودان. يعني ناس جات دولة يوغندا على إنها تتعلم في الجاب ده، لكن برضو دي تحدي كبير قاعد يلاقي اللاجئين السودانيين. فإذا أنت مشيت سجلت في اليو إن وأخذت البطاقة بتاعت الريفيجيز كارت دي، يعني هم بيقولوا ربما تساعدك شوية في الحتة بتاعت التعليم،
لكن برضو أنا لحد ياسي لسه عملقيت الحاجة دي. فبرضو مفترض بعد اللاجئين السودانيين واللاجئات الوصلوا ومش وسجلوا مفترض يكون في دعم من اليو ان لمباشر بالذات في حتة التعليم والصحة والسكن. كانوا ضحايا كتار شديد، أطفال وكتار بنات شباب وأولاد شباب، يعني مستقبلهم ضاع وما عرفوا حيعملوا شنو، وأمهات قريبهم بتقطع على أولادهم، وأسر سودانية كثيرة بتعامل نفس معاناتنا. هيقف الحرب بتين، نمشي هناك المدارس تفتح بكتين، هيقولوا كيف دي ما معروفة. انت شفتي الحرب دي قصتها إنه تنتهي، أنا ما خاطرها في رأسي، ربنا يصلح السودان. ليه؟ لأنها هي شكلها خدعة. بمسكوا هنا بقولوا لنا الجيش دخل، شوية كده بقول لنا لا لا الدعم السريح طردهم، بقول هم دخلوا سنار، يعني ما عارفين احنا الحاصل شنو، واحنا بعيدين من ارض الواقع. لكن كونه انه يصلح ربنا بس، يعني دي حاجه من رب العالمين. ارجوكم رجاء خاص وقف الحرب عشان الناس ترجع. يعني احنا ايوه احنا قادرين نقرا وقادرين نعمل اي حاجه، لكن بجد في ناس اكل ما قادرين ياكل. حقيقه الشعب السودان في ورطه، ولا متعلم ولا بياكل، ومتهان ومتزلى، ولما يتشرد واطفالنا كلهم حينشا في جهل، وحتنشا في اميه. في اطفال يا جماعه، في شباب ضاعوا، وفي بنات ضاعوا، وفي اطفال حيضيعوا. انا بقول لكم اوقفوا الحرب، اوقفوا الحرب، اوقفوا الحرب.